في نادي الداخلية. هنستعد من أجل أحداث المباراة. نادي الزمالك بتشيرت الأبيض والخطين حمر، ونادي الداخلية بتشيرت المقلم الأسود في الأحمر كده، ويعني هيبقى على يمين الشاشة نادي الزمالك وعلى يسار الشاشة نادي الداخلية. على الصوتية الثانية يشاركني في التعليق زميلي العزيز هشام معمر، وتحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفا لمباراة اليوم لعبة للداخلية. وضربة المرمى اللي اتلعبت قصيرة عن طريق شيف، عالية المرة دي، المحاولة عند عمر السعيد لكن يقطع من قدامه بحبح. مؤمن عاطف يرجع لمحمود شديد في اليمين، استلامة من أحمد حسين. أحمد حسين لعب، يا ولد يا ولد يا ولد، انفراد انفراد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا سمير، يا ولد يا سمير، هي بالعقل يا سمير يا فكري. الأولى ضيعها لكن الثانية ما ضيعهاش. جماعة حد يكلمني على البينية الروعة اللي ضرب بيها خط الدفاع أحمد حسين. يا ولد وسمير فكري، يا ولد بص أحمد حسين، يا لعيب يا لعيب يا لعيب، جملة حلوة. وهنا بقى المرة دي يا ولد يا ولد، شوف هنا سمير، تعالى 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 يا عواد، يا ولد يا سمير يا فكري. شوف احمد حسين ضرب خط دفاع الزمالك بالكامل، شوف هنا روقان سمير فكري، يا حلاوتك لعيب يا سمير يا فكري. يسجل الهدف الاول لنادي الداخلية في الدقيقة 3. الداخلية يا احمد حسين تتسلم عند عبد العزيز السيد اللي ينقل في اقصى الطرف الايمن عند محمود شديد. محمود شديد لاعب على الارض عند احمد حسين مع الكوره، حسين يهيئ على الارض لاسماعيل بامبا، لحسين يا ولد يلعب واحده في اليمين عند محمود شديد، محمود لف العرضيه الحلوه الحلوه، بامبا طلع ركب الكوره براسه بامبا، ولكنها مرت بمحاذاه بعيده عن القائم الايسر الى خارج في وسط الملعب عند رؤى، مع الكوره رؤى، محمد اشرف رؤى، رؤى يلعب البينية الجميلة ليوسف أسامة نبيه، يمرر لعمر السعيد، عمر نقل في أقصى الطرف الأيمن، المحاولة والكورة سيد عبد الله، سيد عبد الله عدى سيد، عدى سيد طولت من قدامه، مرت إلى خارج الأرض حلوة عند مؤمن، مؤمن لأحمد حسين مرة تانية، استلم الكورة رجع في اليمين لشديد يلعب العرضية وهنا رأسية. فريق منظم، فريق منظم يا جماعة، يعني ما شاء الله. خلينا نشوف كرة بتتلعب، لا ده كابتن هاشم الدسوقي يا جماعة، كابتن هاشم الدسوقي، ده هاشم الدسوقي مدرب حراس المرمى. مش اتلعبت لمسة من اليمين وعرضية حلوة من محمود شديد، طلعت بره المنطقة، سمير هيئ الكورة جوه المنطقة، تسديدة ولكنها بتمر على يمين حارس المرمى والكورة إلى خارج الملعب وإلى لعبت عالية ورأسية لكنها بتمر عالية إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. كرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى، شوف هي الرأسية اللي مرت وبقت الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. ضربة مرمى شمال عند عبد الشافي اللي مرر كرة أمامية، هنا الاستلامة من سيد مع الكرة، سيد عبد الله وسع لنفسه عايز يشوط، شوط ولكن الكرة عالية وإلى خارج أرضية الملعب، هي إلى ضرب جوه الصندوق يعني. وتماس تتلعب، عبد العزيز مع الكرة، عبد العزيز السيد نقل واحدة حلوة في الشمال عند الكومي لوحده ولكن لعب عرضية وحشة قوي، إيه الله عايز يشوط لكن يلعب بينية وهنا برافو بقى قطعها محمود شديد قناوي لعمر السعيد، رجع عند رؤى اللي يشوط والكرة بتعلى إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة نادي. ثواني تفصلنا على انتهاء الوقت المحتسب بدل من الضائع من أحداث المباراة، ولا زالت الداخلية متقدما على الزمالك بهدف وحيد في الدقيقة 3. هدف حلو الحقيقة من سمير فكري من ولكن صافرة انتهاء شوط اللقاء الأول بتقدم الداخلية على الزمالك بنتيجة 1. أما نادي الداخلية فيلعب برضا سيد، محمود شديد قناوي، أحمد بحبح، بركات حجاج، محمد القضية من سيد عبد الله مع الكرة، سيد سيد يعدي، سيد يمر، سيد لعب العرضية على القائم الثاني ورأسية، أوباما بيحاول ولكن هنا المرة دي تدخل وصف أشرف بن شرقي هو اللي واقف على التنفيذ. بن شرقي يلعب الكرة العالية ولكن يطلع يطلعها حارس المرمى رضا سيد، وتسديدة هايل هايل يا رضا، هايل يا رضا يا سيد، يطلعها بعد تسديدة من سيد عبد الله لكن هايل رضا سيد، ورجعت مرة تانية عند رؤى، حالة من عدم التركيز تنتاب لاعبي الزمالك حتى اللحظة، ويعني كرات مقروءة
هنشوف بن شرقي واحد من اللي بيمتلكوا حلول غير مقروءه، لكن نشوف سيف جعفر يسدد. يا ولد يا ولد يا سيف يا جعفر، حل غير مقروء، حل غير مقروء من سيف جعفر، يركنها على يمين حارس المرمى رضا سيد ويسجل التعادل عشان الزملكاوية يفرحوا، ويفرح ملك النص، يفرح ملك النص فاروق جعفر، يفرح بسيف عادل. يا ولد ادي حل غير مقروء، يا ولد يا سيف يا جعفر، يا ولد استلم وشاط بكل روقان وبكل هدوء، سيف يركن على يمين حارس المرمى رضا سيد ويعيد الزمالك للمباراة. سيف فاروق جعفر هو اللي يرجع الزمالك حرة لمصلحة الزمالك. هنشوف اشرف بن شرقي يلعب الكرة العالية، ورضا سيد طلع كده وساب الكرة، كان ممكن يلحقها مع الكرة، استلامة من الشمال، يهيئ الكرة حلوة عند اشرف لعبد الله جمعة، عبد الله عبد الله، ولكن التسديدة في الشمال مستهلكة. ولازلت بكرر الجمل المقروءة، عبد الله جمعة هرب كويس، هرب كويس لعرضية، ولكن هايل بركات حجاج وبرضه فيها سيد، يمر يمر سيد، يعدي يا ولد، خد اتنين في طريقه، لعب البينية حلوة، شيكابالا مع الكورة، شيكابالا عدى شيكابالا من الحارس ولعب الكورة عالية ورأسية من أشرف، المرمى فاضي لكنها لخارج الملعب، وإلى ضربة مرمى بينية حلوة ولكن رأسية أشرف بن شرقي إلى خارج الملعب. شوف هنا الكورة وشيكابالا لفها حلوة قوي، ولكن رأس أشرف بن شرقي كانت عالية، كان ممكن يعدل عنده أوباما ويديله الكورة وهو المرمى فاضي، ولكن بن شرقي براسه لعبها عالية، ينقل اللعبة في أقصى الطرف الأيمن، أهين الكورة اتلعبت في اليمين، عايز يعدي يلعب العرضية جديد، لكن تخبط المرة دي في عبد الله جمعة، تنزل الأمور، وهنا بقى صافرة انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 ما بين الزمالك والداخلية. سمير فكري في الدقيقة 3 والتعادل مع إسلام جابر وشيكابالا سيف جعفر لشيكابالا، يمشي الكرة عند أشرف بن شرقي اللي لحقها ليه عبد الله جمعة، لعب الكرة عند شيكابالا، استلم عدى 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 وركن الكرة، لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى الملعب، ولكن الكرة لم تطاوع شيكابالا اللي استلم. يا ولد استلم برجله الشمال وكوبري بالرجل اليمين، شوف هنا يا لعيب، شيكابالا عدى وهو عدل الكرة المرة دي على شماله وسد شيكابالا، تتلعب لكن توصل المرة دي أوباما، يا راجل بتعمل ايه، بتعمل ضربة مرمى لمصلحة نادي الداخلية. شوف هنا الكرة من أوباما، يعني هو كان عايز ياخدها يعني فيرست تايم كده وتبقى في المرمى، لكن تسديدة جعفر يلعب عند عبد الشافي، يسلم الكرة إلى بن شرقي، بن شرقي عدى بن شرقي، لعب في الشمال لعبد الله جمعة اللي لعب عرضية، ولكن دفاع الداخلية والكرة يسلم الكرة عند عبد الشافي اللي يلعب واحدة أمامية عند أشرف بن شرقي، بيحاول عدى، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أغيب 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 وأنا أشرف بن شرقي بمهارة، يا ولد ضحك على بحبح وقال له باي باي أنت يا بحبح، ويسجل الهدف الثاني للزمالك، قلت لك هنفوق كده على هدف عالمي، هو ده اللي فيه التفكير يا فريرة، هو ده اللي فيه التفكير يا فريرة، فعلا أشرف الكرة اللي اتلعبت هنا بقى، أشرف بن شرقي استلم يا ولد وحط بحبح وركن الكرة على يسار الحارس، مين اللي سجل؟ سيدي بن شرقي هو اللي يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي الزمالك. ادي هنا الاستلامة يا ولد، ومن قدام بحبح استلم وخد مساحة ليأمن عليها مع الكرة اسلام جابر، اسلام يلعب الكرة عند اشرف بن شرقي، عايز يعدي، عدى 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 اشرف، عدى اشرف، عدى اشرف، اشرف اشرف يلعب البينية لشيكابالا، ترد مرة تانية من جديد لأشرف بن شرقي مع الكرة، أشرف عايز يلعب البينية، لعب البينية لشيكابالا، شيكابالا شيكابالا يا راجل، يصعد إلى الدور السادس عشر من مسابقة كأس مصر.